اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن. وفي انتظار المكالمات من الساده المشاهدين والرد على الاسئله والاستفسارات مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل ثلاثاء وانت طيب. الله يخليك، كل سنه وانت طيب بنسبه طيب. رمضان والجميع. الله يبارك في سيادتك. حضرتك اديتنا لفته جميله المره اللي فاتت باهتمامك طبعا كالمعتاد للمرضى والمشاهدين. بان دلوقتي رمضان داخل، وطبعا هيبقى فيه تغيير في الدواء وكميات الدواء والتابلتس والحاجات اللي هو زي احنا طبعا زي ما حضرتك معودين الساده المشاهدين ان احنا الغرض من البرنامج اللي هي الخمسين دقيقة اللي جايين تقريبا هيبقى كلها اتصالات، وفي الاتصالات دي مش هنديله معلومة بس ونساعده، هنحاول نديله العلاج الروجيتا، لان هيتعذر عليه في ظروف الحالية ان هو يروح لدكتور او يروح المستشفى، وده مش مطلوب في الوقت الحالي ان المرضى يروح للمستشفى او يروح للدكاترة، نظرا لان المرضى ممكن يكون في حالات من انتشار الكورونا او ما الى ذلك، وزي ما احنا عارفين ان الكورونا ممكن يصيب بها الاخرون او يعني يلتقطها الناس من حاملي الفيروس، يعني يبدون ان هم طبيعيين وهم في نفس الوقت ينقلوا العدوى للناس المخالطين لهم. استاذن حضرتك ان اي اتصال ما فيش لا ضير ان انت تقطع الكلام بتاعي وندخل على طول، لان ده الهدف. خلاص تمام يا دكتور. ناخد فاصل ونرجع تاني. اتفضل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. كونسولتو كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. كونسولتو أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تاني مع السيد الدكتور محمد سعد حامد. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك. هو رمضان كل عام طيب. إحنا تعودنا مرضانا بيجوا قبل رمضان في هذه الأيام عشان نغير لهم العلاج، وتغيير العلاج ربما يكون مرتبط تماما بمرض السكر، ربما يكون هو المرض الوحيد اللي يخلي مريض السكر قبل رمضان لازم يعاد تظبيط الأدوية وتظبيط الأكل وتظبيط نمط الحياه. لكن لو مريض ضغط مثلا وبياخد حبايه قبل الفطار الصبح في الايام العاديه يعني، فممكن ياخد الحبايه دي قبل الفطار او السحور، فمش هتفرق. لو مريض اي مريض تاني، مناعه، رب وما الى ذلك، لو سمح له تمام. اتفضل على طول، مفيش مشاكل. السلام عليكم ام محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمود. لحضرتك يا دكتور. سامعك الدكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والله يا دكتور انا مريضه السكر من الدرجه الثانيه، واخر تحليل حللته 31/3 كان 77 صايم و102 فاطر. طيب 77 اكتشفته من الحمله اللي هي بتاعت حمله ال 100 مليون صحه. جميل جميل. يعني سيادتك تقريبا بقالك سنه سكرك كان عالي، خدت ادويه؟ انا خدت ادويه وبعدين حاليا باخد سودوباش بعد الغداء. طيب بس حللت صايم وفاطر من 31/3، كان الصايم 77 والفاطر 102. سنك كم سنه يا فندم؟ انا ان شاء الله 53. هو 77 ده يعتبر بالنسبه 77 بالنسبه لسن حضرتك يعتبر واطي قوي. يعني انت مش كبيره الحمد لله يعني، بس 77 يعني على المحك. فانا السيدوفاج عاده او الجلوكوفاج او الميتفورمين الدواء ده مش المفروض ان هو بينزل السكر قوي الحقيقه. انت بتاخديه 1000 ولا 850 يا فندم؟ الجرعه 1000 ولا 850 ولا 500؟ لا 850 يا فندم. خليه 500 وهتاخديه قبل العشاء، وحضرتك في رمضان تاخديه قبل الفطار ان شاء الله. بعد العشاء؟ قبل العشاء. قبل العشاء. وتحل 500. قللي شويه، خليه 500. انت وزنك كام كيلو؟
يعني وزن امبارح 51 و700 جرام. وزنك 51 كيلو و700 جرام؟ 51 و700 جرام. ده انت رفيعه قوي يعني. اه ما هو كنت نزلت على اساس ان هو ما كنتش اعرف يعني. لا هو جلوكوفاش بيخسس برضه، واحنا ما بنحبش نديه للناس اللي هم رفيعين قوي. واخد بالك؟ اه لا انا كان وزني حلو يا دكتور الاول، بعد كده نزل، نزل مع السكر يعني ما كنتش اعرف. كان كام وزنك قبل كده؟ كان ممكن في حدود 80 كده، حاجه زي كده يعني. لا ما عملت تحليل قبل ما تاخد السيدوفاج، كان السكر ضغط، كان السكر بيطلع كام؟ السكر كان يعني اكتر حاجه هو يعني في الايام اللي عدت يعني قبل ما تبداي العلاج كان بيطلع الوزن قد ايه؟ ما هو كان حاجه كان 80 بعدين نزل، ما اعرفش بقى مكان ايه. السكر ركزي معايا عشان الوقت. نعم. السكر قصدي السكر طلع كام قبل ما تاخدي السيدوفاج على طول؟ اول تحليل خالص. ايوه اول تحليل خالص لما عرفته عشوائي كان 287. 287 اتحللت بعد منه صايم وفاطر، طلع يعني قليل شويه. كام يعني؟ انا عايز اسمع ارقام. ما هو الارقام دي يعني يا دكتور على مراحل يعني بصراحه. اول مره عندما اكتشفتيه بعد ما عملتيه عشوائي عملت صايم وفاطر، طلع كام الصايم وكام يعني الفاطر؟ 215 مثلا و300 وحاجه. طيب عموما الخسسان ده فعلا ممكن هو السكر يكون سببه، ولكن ما كانش مناسب ليك السيدوفاج لما خس وزنك بيقل، هو دلوقتي نزل الوزن وبالتالي السكر بتاعك بقى كويس. خدي 500 بس قبل العشاء يوميا، وفي رمضان ان شاء الله تاخديه قبل الفطار، وبعد رمضان بقى نبقى نحلل ان شاء الله، حلل الدنيا مظبوط ممكن نوقف السيدوفاج كمان. الف سلامه. شكرا شكرا يا ام محمود. ناخد الاستاذه ساميه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك وازي حضرتك الدكتور؟ اهلا بك يا فندم. لو سمحت دكتور، لو انا باخد حقن بي 12 دي منها مشاكل مني نفسي كده. بي 12 حضرتك هي ان لم تفيد فلن تضر. لان الفيتامينات دي انواع من اللي احنا بنسميها بتذوب في الماء. هي اسمها دي بي. بس دي بوفيت او اي حاجه مش مهم الاسم. في كذا حاجه وبيتولفيكس ومش عارف ايه. طب هي منها مشاكل يعني؟ لا مفيش مشاكل، لان الباقي هينزل في البول. طب ناخدها لحد امتى مثلا؟ انا باخدها كل 3 ايام. انت بتاخديها ليه اساسا؟ لا والله صوابعي بنحس فيها لسعان كده، صوابعي ده الشمال. بص حضرتك، هو البي 12 او الفيتامين بي 12 علميا مش قوي يعني بالناس، لكن هو بيريح الناس. بتاخديه حقن ولا حبوب؟ لا حقن كمان. طب جربي تاخديه حبوب عشان تخف شويه عن الحقن، ممكن يجيب نتيجه. تاخدي حبايه يوم بعد يوم مثلا. طب هو الحقن يعني ما لهاش فايده؟ لا، ان لم تضر فان لم تنفع فلن تضر، لانه بينزل في البول على طول، الزياده بتنزل في البول. لكن البرسام احلى؟ اخف عليكي. بس بيخف يعني بيخففني بسرعه مثلا؟ بامر الله، هو نفس التاثير. طب ناخده على طول دكتور ولا نبطله؟ ما فيش مشاكل، ممكن ناخده على طول، لان زي ما قلت لحضرتك ده من الفيتامينات اللي هي ما بتزيدش في الجسم، ما بتتكومش في جوه الجسم. يعني فيتامين د اللي الناس طالعين عليه كده وعمالين عليه يعني بقت موضه، ده بيتكون في الجسم، بيتكون. طب ناخده قد ايه؟ له سميه، فيتامين د له سميه. طب ناخده قد ايه دكتور؟ يعني لو تاخد حقنه في الاسبوع يبقى كفايه ان شاء الله. لا ما حضرتك قلت لي بلاش حقن. لو هناخد نبقى حقنه في الاسبوع، لو حبوب ممكن نحبايه كل يوم، حبايه يوم ويوم. حبايه يوم ويوم؟ طيب كل... هي 3 مرات في اليوم ولا ايه؟ لا حبايه مره واحده يوم بعد يوم. الصبح قبل الفطار ولا قبل الاكل؟ اي وقت تحبيه. لكن قبل الاكل ولا بعده؟ ما يفرق. بس برضه حضرتك تفضل البرسام احسن؟ على لو انت استحملت الحقن خليك على الحقن. لا انا بنقول اللي يخففني واللي يخليني كويسه يعني. لا دي حاجه هترجع لك انت، لان المريض له احساس خاص. يعني لا ممكن انا مش عارفه برضه، بس تنصحني بايه حضرتك؟ لا خليكي في الحبوب ان شاء الله هجيب نتيجه 100 100، الا لو انت كنت اتعودت على الحقن وتحب الشكه. لا انا مش عايزه الشكه، انا بخاف منها حتى. خلاص يبقى خدي حبوب ان شاء بس الله. بس هي الحبوب اسمها دي بيت برضه. ما يجراش حاجه، كله ونيورو حاجات ثانيه، الصيدلي يديك ارخص حاجه. تمام. الف سلامه. شكرا شكرا استاذه ساميه، بالشفاء ان شاء الله. ناخد الاستاذه حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت سمعت الدكتور بيقول على العلاج بيبعت الدكتور. استاذه حنان لو سمحتي بس ممكن تبعدي عن التلفزيون وتعلي صوتك سنه بس. ماشي.
بقول لحضرتك سمعت الدكتور بيقول على برشا على علاج الضغط وعلاج السكر وعلاج للقلب وكده. نعم. طيب انا عندي فقراتي تعبانه وباخد برشام للضغط. بتاخد ايه للضغط؟ برشام للضغط. اوكي. اوكي. فهو بيقول لي ممكن يبعثه يعني مجانا يعني وكده، ممكن ولا ايه؟ يبقى ايه؟ ممكن يبعثه مجانا؟ هو بيقول لي ممكن ابعثه لكم مجانا عشان الظروف اللي احنا فيها الوقت. طب اموريني عايزه ايه؟ اموريني. عايزه الحمد لله. كنت عايزه بس علاج لظهري. علاج لظهري؟ حبوب لظهرك. علاج لظهرها. يعني العمود الفقري حضرتك بيتعبك؟ اه عندي معوج اصلا في فقرتين. الف سلامه. طب انت مش بتاخدي ادويه اللي هي الحاجات زي الكيتوفان والبروفين والحاجات دي؟ اه. طيب الادويه دي حضرتك بقالك قد ايه ماشيه عليها؟ ما انا اخشى، ما انا هقول لحضرتك الادويه دي كلها بتاثر على الكليتين، يعني لا سمح الله ممكن تجيب فشل كلوي، واحيانا بتاثر في بعض الناس انها بتاثر على المعده فتعمل حموضه او قرح في المعده احيانا، واحيانا قيء دموي. فانا هديكي حاجه بس ما تمشيش عليها اكتر من اسبوعين، ويا ريت تبقي تتابعي في المعمل يجوا يعملوا لك وظائف كلى اللي هو بولينا وكرياتينين كفايه حتى. اوكي. هتاخدي دواء، هتاخد دواء اسمه بروفين 400. بروفين بالعربي، بروفين 400. ده كفايه عليك حبايه واحده في اليوم لمده اسبوع او 20 يوم مش اكتر، او لو يوم ويوم يبقى افضل. وما تاخديه تاخديه مع كوبايه حليب او بعد الاكل عشان ما تعبكيش المعده ان شاء الله. الف سلامه عليك. شكرا شكرا استاذه حنان. السلام عليكم. معانا الاستاذ محمد. فصل. طب يلا ماشي يا دكتور. طيب يبقى احنا حضرتك دلوقتي هنيجي رمضان ان شاء الله. الناس بتصوم زي ما اتفقنا المره اللي فاتت حوالي 15 ساعه تقريبا، يعني لو من 4 الفجر لحد الساعه 7 مثلا يبقى حضرتك حوالي 15 ساعه. 14 15 ساعه. الفتره دي المفروض النص الثاني من اليوم بيعتمد المريض او احنا كلنا يعني على جلوكوز بيطلع من الكبد. يعني الكبد بياخد، انا بشوف الالم بحس ان في حاجه. ناخد. طيب خلاص ماشي. ناخد الاستاذه ساميه. السلام عليكم. هي ساميه القديمه؟ وعليكم السلام. لا دي واحده جديده. اتفضلي يا استاذه ساميه. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابعد عن التلفزيون شويه وعلي صوتك يا استاذه ساميه. المفروض المخرج بقى لو سمحت يكتب على الشاشه اللي ابتعد عن التلفزيون. ايوه معاكي سامعينك. اتفضلي سؤالك للدكتور. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ست سامي. بالصحه والسلامه. عاملين ايه؟ الحمد لله يا استاذه سامي. اتفضلي. طيب. طيب الخط فصل. دلوقتي حضرتك ازاي الجسم بيبقى في لازم تعرف ان لازم يبقى فيه ده سكر في الدم. السكر في الدم اللي هو الجلوكوز ده هو ده البنزين بتاع البني ادم. طيب اتفضل. السلام عليكم الحاجه سرايا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم دكتور محمد. اتفضلي الدكتور محمد سامعك طبعا. حضرتك يا دكتور انا باخد نوفو رابيد وباخد تريسيبا. ماشي. النوفو رابيد باخد 6 و8 و6. طيب. وتريسيبا 16 وحده بالليل. عظيم. الساعه 10. حضرتك المشكله ان انا تخنت جدا. طبعا. 18 كيلو في شهور. نعم. ولدرجه ان انا مش قادره اخد نفس، قادره اتنفس. فالحل ايه حضرتك؟ طيب. قبل كده انا اخدت لانتوس كتير كذا سنه. ما تخنتيش عليه. نعم. ما تخنتيش. طيب سيادتك كان وزنك كام قبل ما تاخدي الادويه الانسولين الجديد ده؟ كان وزنك كام ودلوقتي بقى كام؟ انا كنت 80 دلوقتي 98 او 99. السكر بقى له كام سنه عند سيادتك؟ حوالي 17 سنه. وايه اللي خلى الدكاتره يعني يقرروا تاخدي انسولين؟ كان السكر ما بينزلش بالحبوب؟ لا الاول كنت باخد حبوب. هو بس انا عندي مشكله حضرتك في الجسم ذات نفسه. يعني الدكاتره احتاروا معايا ان هو الاعراض الجانبيه لو 1 في المليون بتظهر عندي. اي اعراض جانبيه سيادتك؟
مثلا لو نوم، لو حساسية جلدية، لو أي حاجة. قصدك أي دواء؟ قصدك أي دواء بتاخديه؟ كل الأدوية بتاعت السكر أنا لفيت عليها المجموعات كلها، وكلها عملت لك حساسية. كل الأعراض الجانبية اللي هي موجودة في النشرة بتظهر بحذافيرها. ما عدا الانسولينات ما عملتش معاكي كده. لا ما عملتش، هي بس أول مرة التخن ده بقى. طيب السكر دلوقتي مظبوط؟ أنا عملت راندم النهاردة طلع حوالي 190. طب ما هو عالي. والصايم ما عملتهوش لحضرتك؟ طيب يعني مش عارفة. طيب يبقى احنا بص يا فندم، الاول احنا عايزين نشوف وزن حضرتك ده وزن حقيقي ولا وزن كاذب. حقيقي يعني في دهن اتراكم جوه جسمك. أيوة. كاذب يعني في ميه اتحوشت جوه جسمك. وهل السكر بيساعد ان الميه تتحوش جوه الجسم؟ نعم. ايوه. انا كذا طريق، من اهمها نخاف لا تكون الكلى ما بقتش تفرز الميه بالقدر الكافي، وبالتالي يتكون جوه الجسم وتتسبب بعض التورم في القدمين. هل فيك في القدمين تورم حضرتك؟ لا الحمد لله، حاجه بسيطه كده. بس كنت عايزه اكلم حضرتك على موضوع الكلى، في الموضوع كبير شويه. الكلى الكفاءه بتاعتها 45 فقط. اللي هو اللي حضرتك بنسميه معدل ترشيح او وظيفه الكلى 45. الطبيعي 120، من 80 ل 120 تقريبا. وبعدين 45 مش وحش على فكره عشان تبقى عارفه يعني. والله وبعد بس البول يا دكتور ابيض خالص بقاله شهر ونص، مفيش في زلال في البول؟ مفيش لا عملت تحليل قريب مفيش زلال. عينيكي بتورم الصبح وانت قايمه من نوم الجفون؟ لا 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 الحمد لله مفيش حاجه من دي. طيب انا شايف ان جرعه الانسولين دي وانت بتاكلي كتير راحت اترجمت عندك بحاجتين، ان الوزن زاد والسكر زاد. ايوه. يبقى الفيصل عندي بالنسبه لحضرتك هنا ان انت تقللي الاكل. ايوه. لمده اسبوع، وكلمينا الاسبوع الجاي، انا مش عايز اعرف انت بتاكلي ايه، بس هتخصمي نسبه اكل 40%، يعني لو بتاكلي 10 معالق مثلا رز يبقوا 6. ايوه. لو بتاكلي رغيفين في اليوم يبقى رغيف او رغيف وربع. ايوه. لو كده انت نزلي 40% من الوجبات بتاعتك، دي واحد. ايوه. هتلاقي وخليك على الانسولين زي ما انت. هتلاقي حضرتك واحد السكر بدأ يتظبط، هتلاقي العشوائي 120 ولا حاجة. اتنين الوزن بدأ ما يزيدش. في المرحلة دي هنبدأ نسحب الانسولين من حضرتك شوية. كل ما الوزن السكر يتظبط وانت ما تاكليش هيبدأ السكر يقل معانا. مش هسمح له بالقللان، مش هقول لك كلي، هسيب منك الانسولين شوية شوية، وممكن اقلبك على انواع تانية من الحبوب ان شاء الله دون ان تؤثر عليكي بالحساسية. والكلام اللي حضرتك بتقوليه ده انا مش مقتنع بيه، بتاع اللي بتجيله كل الاعراض الجانبية، لان المفروض نشيل من حضرتك البامفلت او النشرة بتاعت الدواء. لا 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 والله. لا لنا طريقة. المهم حضرتك طب اسمعي بس ده عشان مفيش وقت اكتر من كده، نديك حضرتك اكتر من 5 دقايق. المهم حضرتك هتمسكي الاكل ده وتكلمينا الاسبوع الجاي ان شاء الله، وتكوني محلله سكر صايم وتكلمينا ان شاء الله. شكرا. سلام. شكرا يا حاج سرايا، بالشفا ان شاء الله. ناخد الاستاذ محمد. سلام عليكم استاذ محمد. قاطع الاتصال، اتفضل. فاحنا حضرتك الانسان بياكل في السحور. الاكل في السحور بينقسم قسمين، قسم يروح على طول على الدم، واخد بال حضرتك؟ تمام. وده القسم القليل، يعني ممكن تسميه 20% من الاكل، وال 80% خلاص خلاص بخش على طول. السلام عليكم ام محمد. الله على حياك الله ابو محمد. ابو محمد السلام عليكم. حياك الله. الله يخليك، اتفضل. الو، اتفضل يا ابو محمد، سامعينك. دكتور اهلا وسهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. دكتور الديمقرون سحبتين ستين يعني صباح الفطور، هل يأثر على الكلى والناشي؟ هل جرعة كبيرة 60 حبتين يعني يشربها؟ انت بتاخد حبتين؟ ايوه 60. انت بتاخد دايماكرون ام ار؟ الديمقرون العادي. ايه الام ار؟ ايه اللي هو 60. 60 ايه بس حبتين، هل تأثر على الكلى ولا جرعة كبيرة هذا قبل الفطور؟ لا ما يجراش حاجة لو سكرك ما بيهبطش. لا ما يهبطش. لا يبقى خلاص وسكرك مظبوط. اي بس ما ياثر على الكلى؟ لا 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 لا، ده ماكرو ان شاء الله ما ياثرش على الكلى، لا هو ولا الحبوب معظمها.
يعني حبتين الصباح وحبه بعد الظهر ترانجينتا. لا يعني ترانجينتا والحاجات دي ده مجموعه غير المجموعه. يعني ايوه بس الحبتين هذا ديمكرو ما تاثر على الكلى. بامر الله ما تاثر على الكلى ان شاء الله. الله يسلمك يا دكتور. الله شكرا شكرا يا محمد. سلام. معنا ماشي. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازي حالك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ شكرا على المعلومات اللي حضرتك بتقدمها لنا يعني. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يبارك فيك. والله حضرتك انا عايزين نعرف بس الفرق بين المكملات الغذائيه والفيتامينات. حلوه دي. سؤال جميل. انت شغال ايه؟ ايه؟ شغال ايه؟ لا حضرتك والله انا اصلا رياضي، انا راجل رياضي بس. جميل جميل. يعني دارس تربيه رياضيه؟ لا حضرتك انا كهوايه بس واخدها من زمان حضرتك. لا بص يا سيدي، بص المكملات الغذائيه قد تكون مش مكملات، بس كلمه مكمل غذائي لفظ كده ينفع يعني هناك هذا المكمل الغذائي ممكن الاستغناء عنه. كلمه مكمل غذائي انا ممكن الاستغناء عنه، ممكن الاستغناء عنه، ولذلك بيخش في وزاره الصحه ويسجل انه مكمل غذائي، يعني مش اساسي، ولكن احيانا بيكون دواء اساسي. يعني مثلا فيتامينز ممكن يكون اساسي اما يبقى فيه هناك نقص في الفيتامين. صح. يبقى ده مش مكمل غذائي، ده دواء اساسي. ولكن حضرتك لو كان الجسم مش محتاج الفيتامينات دي واديتها له، هنا بقت مكمل غذائي. قال يعني الراجل مش هيقدر يحط الفيتامينات دي بصوره طبيعيه او بصوره ترضيه بالمطلوب ليه من خلال الوجبات. فهنا بندهوله، وده طبعا في ابيوز او يعني عدم استعمال سليم على مستوى العالم. معايا حضرتك؟ قفل يعني. سمعنا؟ خلاص سمعنا بالتلفزيون. طيب شكرا شكرا. فهو على مستوى العالم بيبقى حضرتك في ابيوز، يعني في عدم استعمال سليم، فبالتالي موجودة وفي بقى ناس عايشة على كده. بس هو ممكن يا دكتور برضو اللي يعني المكمل الغذائي ده يتاخد لما يكون يعني الانسان عنده مشاكل صحية ومش قادر ياكل طبيعي. لا ما هنا يبقى بقى اساسي. بقى اساسي. يعني مثلا حد عنده نقص فيتامين دال، ادانا له فيتامين دال بقى اساسي. لكن الناس بتاخده على الفاضي وعلى المليان، ده يا ريت مكمل غذائي. في بعض الفيتامينات خطيرة، فيتامين ايه ما يتاخدش زيادة عن اللازم، فيتامين دي ما يتاخدش زيادة عن اللازم، فيتامين اي ما يتاخدش زيادة عن اللازم، فيتامين كي ما يتاخدش زيادة عن اللازم. لان الاربع فيتامينات دول بيتخزنوا جوه الدهن في الجسم، بيتركنوا جوه الجسم. يتاخد بس بالمعقول. لا ما انا لسه هكمل. اتفضل. اما بيعيش جوه الجسم هنا في هذه الحاله ممكن يبقى له يعني مثلا فيتامين ده لما يزيد قوي يزود الكالسيوم ويعمل حصوات في البول، وممكن يخلي فيه كالسيوم يخش في اماكن يكلس العضلات، يكلس المفاصل، يكلس الحاجات دي، يكلسها يحولها لحجاره. يعني في حجاره طيب تترسب جوه الانسجه الرخوه عشان الكالسيوم. من الفيتامينات، من فيتامين دي. ايوه. هو مش على الهوا كده، الناس صح بتحب تبلبع وخلاص. فيتامين ايه يوقع الشعر مثلا. يعني انت قصدك يا دكتور في ناس بتاخد مثلا حبايه يوميا على مدى العمر؟ انا مش موافق قوي يعني. هو الفيتامينات دي لو هاخد اخد مره في الاسبوع ولا حاجه، الا لو انا عندي نقص. لو عندي نقص. بس شركات اللي هم الجماعه بتوع الاعشاب والجماعه دول تحايلوا على النقطه دي، فاداك جرعات طفيفه شويه كده، ايه يعني ايه ويضحكوا على الناس. فاما يدي جرعات طفيفه من الفيتامينات دول ممكن تاخدها كل يوم، لكن الجرعات المناسبه اللي هي بنسميها الثيرابيوتيك رينج او دوز دي كده. اتفضل يا استاذ. ماشي. استاذه سميه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. معاك سؤال لو سمحت. استاذه سميه الخط بيقطع، لو سمحت ابعد عن التلفزيون كده وعلي صوتك شويه وانت بتتكلمي. انا عملت، انا عندي السكر من 18 سنه وباخد انسولين مكسفات، فدلوقتي الانسولين مكسفات مش متوفر، فباخد دلوقتي عندي الهيومولين، ينفع اخد مكانه؟ بتاخدي ايه حضرتك مكانه؟ هيومولين؟ ينفع اخده مكان النكتتاب؟ هيومولين 30 70 زيه. خديه مكانه حضرتك، ما فيش مشاكل خالص ان شاء الله. طب انا عملت تحليل روماتويد كده في 16 كده، اداني روماتويد 3 ايه روماتويد 16؟ انت بتشتكي من حاجه؟ عظمي ومفاصل ايدي وكتفي. سنك كام سنه؟ عندي 47. مع السن الروماتويد فاكتور بيزيد.
يعني الناس اللي هم في سن حضرتك على الخمسينات كده الروماتويد فاكتور بيزيد، فاحنا بنعتمد على حاجات تانية غير الروماتويد فاكتور. لو احنا هنتكلم على المناعة، ده مرض مناعي وده بال حضرتك، ويعني مش كفاية ان انا اشخص بده. اوكي ماشي، شكرا شكرا استاذ سمية. ناخد الاستاذة فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه انا عندي السكر وباخد الغده، برشام غده اللي هو الالتروكسيد 50. عظيم. عايز اعرف بيتاخد قبل السحور ولا قبل الفطار؟ ده الالتروكسين ولا دواء السكر؟ الالتروكسين. مش هيفرق، المهم تاخديه على معده خاويه قبل الاكل بساعه، وبالتالي هيتعذر في الفطار. فاحنا غصب عنا يعني هنا مش حكايه فطار وسحور، الالتروكسين ده ناخده في اي وقت على معده فاضيه ونثبت الوقت. وبيني وبينك لو ما ثبتتش الوقت مش هيجرى حاجه. ليه؟ لان الحبايه دي مش بتشتغل بعد ساعتين بس، الحبايه دي لها تاثير فوري وتاثير تراكمي. يعني عشان دواء الغده الدرقيه نقصه اللي هو الالتروكسين او زياده الغده الدرقيه اللي هو كاربيمازول بيتاخد، مش الحبايه بتجيب نتيجه فورا زي البنادول مثلا تخفض الحراره، او زي مثلا دواء السكر حبايه تنزل السكر. لا، ده هي حضرتك بتظبط لك الغده واقصى درجه ليها بعد 3 اسابيع، يعني الدواء بيتكون فوق بعضه. فبالتالي لما اخد الدواء النهارده الساعه 12 الظهر وبكره اخده الساعه 8 الصبح وبعده اخده بالليل مش فارقه، المهم ان انا اخده على معده خاويه قبلها بساعه. عاوزه تاخديه مره قبل السحور ماشي، مره قبل الفطار ماشي، لو قدرتي تستني ساعه وتاكلي بعد كده. الف سلامه. تمام، شكرا شكرا يا استاذه فاطمه. معانا ام محمد. السلام عليكم. شكرا ساعه الله بركاته. عليكم السلام، اتفضلي يا ام محمد. الصوت وحش يا جماعه، مش ممكن يكون كل الناس اللي بيكلمونا صوتهم التليفون بايظ. يعني ام محمد، ام محمد بس برضو بعيد عن التلفزيون وعلي صوتك شويه كده، علي صوتك وقربي التليفون منك. يعني بقول لك لو سمحت ابن عمك او ممكن يكون بيه الشبكه. لا كويس كويس كويس، اتفضلي. ماشي. على طول السكر عالي عنده، على طول السكر عالي عنده. ده مين ده؟ ابني. سنه كام سنه؟ ماشي في 19. النوع الاول هو ماشي من يوم جاله على الانسولين 30 على 70. حضرتك وعنده 19 سنة، السكر بقاله كام سنة عنده؟ 7 سنين. كام يا أسامة؟ خليك معايا. 7 سنين. 7 سنين بياخد انسولين مش كده؟ ايوه بياخد انسولين. وسكره بيطلع كام يا ستي؟ من 300 ل 400 ل 250 على طول بيبقى عالي. وزنه قد ايه؟ حوالي بتاع 60 كيلو او اقل كمان. يعني رفيع مش كده؟ ايوه. لا ده عيب الدكاترة مش عيب ابنك، لان حضرتك الراجل ده الانسولين ما بياخدوش بصوره كافيه سواء كما او نوعا. انت حضرتك فاهمه كلامي ولا كلامي صعب؟ ازاي يعني؟ او انا يعني يا اما الانسولين اللي بياخده ده مش مناسب ليه، ليه يبقى كيفا يعني هو مش او بيتاخد بطرق مش مناسبه ليه، يبقى ده كيفا. كما يعني الكميه اللي بياخدها ممكن ما تكونش مناسبه ليه. فهو بياخد قد ايه انسولين حضرتك؟ بياخد 3 و 25 بالليل و35 الصبح. لا دي يعني 60 وحده. هو حضرتك بالنسبه له والسكر عالي كده لازم ازود نوع انسولين. اسمه ايه يا مدام؟ هو تلقبيه. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ 30 على 70. 30 على 70 تقصدي؟ 30 على 70. حاضر. بص حضرتك اسمه هيومولين ولا اسمه ميكستارد؟ ما بعرفش اقرا والله يعني. طيب يا ستي انا هو في نوعين شائعين اخوات بعض في مصر، في هيومولين 70 30 وفي ميكستارد. انا رايي تبدلي النوع، يعني لو كان بياخد الهيومولين تجيب الميكستارد، لو كان بياخد الميكستارد تاخد الهيومولين. وحضرتك هو المفروض الراجل ده ادام سكر عالي كده يفطر، وهتاخد حضرتك الانسولين على 3 مرات بدل مرتين. فهو دلوقتي بياخد 60 وحده، هنخليهم مثلا 80 85. ممكن نقسمهم حضرتك نقول 30 قبل الفطار، 30 قبل الغدا، و25 كده. يبقى 25 قبل العشاء، لان لازم سكره في السن الصغير ده يبقى سليم، لان حرام نسيب سكره عالي كده. ولو حصل طبعا هو المفروض يفطر في الصوره دي لان الوزن قصير. نعم يعني
قليل خالص لما يبقى مظبوط يبقى 110. بقول لك قليل خالص لما لا ده في مره يكون مسك الاكل ولا عمل مجهود. لا هو لما اكون قليل يعني اوقات قليل قوي يبقى 100 110 170. ابنك طوله قد ايه؟ ابنك طوله قد ايه؟ الطول قصير يعني مش طويل اول قصير قوي يعني مثلا نقول 165 ممكن. زي بعض. يبقى المفروض وزنه يكون 65 70 كيلو، فهو اقل من 60 ما اقدرش اقول له اعمل رجيم. المشكله عند ابنك حضرتك فينا احنا مش فيه هو، يعني هو دام المريض رفيع او وزنه طبيعي او اقل من الطبيعي او اقل من الطبيعي هو طبعا يا فندم انا عارف، فالمشكله يبقى عند الدكتور مش عنده هو، ما اقدرش اقول له ما تاكلش. انا والله اديك النهارده شايف حلت له وقال له حلت له سكر تراكمي، حلته وعملنا على دكتور ثاني كتب له ثلاث انواع انسولين ياخدهم كل يوم السكر يزيد عنده بزياده. طلع التراكمي كام؟ 70. قال لي عالي طيب. بص يا ستي، امشي على اللي انا قلته، والحلقه دي بتتحط على اليوتيوب، خلي حد يبقى سمعها لك، وامشي على اللي انا قلته وان شاء الله. بس خلي بالك احنا عشان نوصل لسكر مظبوط مع ابنك لو نجحنا خلال شهرين ثلاثه يبقى كويس، فما نستعجلش شويه. تمام، شكرا على الاتصال. ناخد الاستاذ نعيم. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم الدكتور محمد بعد اذنك. تحت امرك. معاك اهو الدكتور محمد. ايوه السلام عليكم يا دكتور محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد انا عندي سكر من حوالي 15 سنه، وحضرتك باخد امريل 6 مللي في الصباح حبيتين 303 و3. وحضرتك يعني ما والوزن ثابت زي ما هو، ما بي ولا بيزيد ولا بيقل. عظيم. واروح اقيسه حضرتك ليه 270 300. وزن سيادتك كام يعني، طبيعي ولا اعلى من الطبيعي؟ لا يا فندم هو طبيعي حضرتك، انا 165 بروح اوزن نفسي الاقي حوالي 70 او اقل من 70. كويس. لا وزنك ما نقدرش نقول حاجه فيه. والسكر رغم انك بتاخد 6 مللي جرام اماريل كل يوم الصبح، كل يوم الصبح قبل الفطار يا فندم. مره واحده. مره واحده حبيتين. ثلاثه وثلاثه. والسكر بيعدي ال 200 سيادتك. بيعدي ال 200 ايوه يا فندم. وبقالك 15 سنه، ده سن سيادتك قد ايه؟ نعم. سن حضرتك؟ 65 يا فندم. 65؟ 65 يا بيه؟ 65 سنه. 65. طيب بص يا بيه، هو فعلا انت كده الامريل احنا بنديه لحد 8 مللي. فبيني وبينك على 6 مش هيجيب نتيجة، عمليا 8 مش هيجيب، بس عشان نقطع الشك باليقين هتجيب الأربعة ملي، تاخد واحدة قبل الفطار وواحدة قبل العشاء، وفي الصيام إن شاء الله واحدة قبل الفطار واحدة قبل السحور، يعني أربعة وأربعة. أربعة وأربعة. وهتجيب حضرتك الجلوكوفاج 1000، هناخد واحدة قبل الغداء وواحدة قبل العشاء، وفي الصيام حضرتك. نعم حضرتك. أنا منعت الكلوفاج عشان معدتك بيعمل لي اسهال ومشاكل في المعده جامده جدا. طيب دي خسرناه مع انه ده. طب اقول لك حاجه، هنبقى ندادي معدتك كده على الجلوكوفاج لان ده هيكون مناسب قوي لحضرتك، وده اللي خلى السكر عالي. نصبر مع بعض شويه، هنبدا بجرعه صغيره 500 مللي وناخدها حضرتك بعد الاكل، ان شاء الله مش هيجيب مشاكل. وبعدين بعدها بعد 3 ايام نزيف واحده، يبقى قبل الاكل قبل العشاء وقبل الغداء. وبعدين بعد 3 4 ايام نرفعه ل 850. جرب معايا كده، لان بعد كده هنخش في ادويه غاليه يا استاذ احمد. استاذ احمد استاذ نعيم. يا استاذ نعيم هنخش في ادويه غاليه وانا مشفق عليك، مش عاوزين نخش في الغالي. 99% من مرضى السكر يعالجوا بادويه رخيصه، ولكن الشركات ما بترحمش. حتى دلوقتي شغاله الشركات، شغاله دعايه طبعا. برضه طبعا واخد بالك. مسكوا الكورونا شويه، بعدين دلوقتي اشتغلوا على الفيرشوال ده وشغالين يكتبوا دعايه. فمعلش مش عاوز عشان ما اقساش على سيادتك في سعر الادويه، ولا او احولك الى انسولين، وانا شايف ده بدري شويه. ادام وزنك ما بيقلش يبقى مش محتاج انسولين. الف سلامه عليك. 65 كويس. شكرا شكرا استاذ نعيم. معقول. لا 70 وزنه 70. اتفضل. فهو نكمل برضو على هو كمثال، يعني ان 80% او 90% من مرضى السكر ممكن نظبطهم بالادويه الرخيصه. كلمه ادويه رخيصه يعني لا يتجاوز في الشهر 200 جنيه العلاج. بينما خلاص اتفضل. ماشي. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت اتصل مع الدكتور. اتفضل الدكتور سامعك اتفضل. ماشي منور يا دكتور. الله يبارك في حضرتك.
لا سمعت يا دكتور، كنت انا مستأصل الغده الدرقيه، مستأصلها كليه يعني. طيب فحضرتك طبعا دي لي 5 سنين، فوصلتني ان انا باخد علاج كوليسترول، الكوليسترول دي انا عندي يعني. المهم انا باخد قرصين للتروكسين اللي هو 100، وباخد علاج اللي هو للكوليسترول، ومظبط الغده ومظبط الكوليسترول بفضل الله. بس اليومين دول ابتدى السكر يبتدي يرفع عندي، كنت مظبطه انا لان انا محافظ في الاكل جدا، فابتدى السكر يبتدي يرتفع. انا ما عنديش سكر، بس اما بقيسه بيطلع 147 150 في الحدود دي 147. فانا المشكله ان انا عاوز اتحكم فيه بدل ما يعلى عندي. شاطر. 147 صايم صح؟ لا فاطر. طيب وزنك قد ايه؟ فاطر يا دكتور. وزنك قد ايه؟ وزنك الوزن كيف؟ الوزن بتاعك كام؟ طولي 176 ووزني 175 زي بعض. لا قصدك وزنك 75؟ وزني 75 اه. وطولك 175؟ اه. طب موافقين. حضرتك الفترة الأخيرة دي أنت تخنت شوية ولا حاجة؟ لا انا اليومين دول هو اللي خلاني اتابع السكر، ان انا لقيت جسمي بينزل سن. انا ايوه دايس محافظ جدا في الاكل، بس ابتدى جسمي ينزل اليومين دول. طب بس بص خلاص بقى، انت هتقلل الالتروكسين تخليه 150، هتلاقي سكرك رجع تاني ووزنك اتظبط، لان ساعات الدواء بتاع الالتروكسين يعلي السكر شويه. حتى محطوط حديثا من 10 سنين كده بخبرتنا، لان الناس اللي عندهم سكر لو انا زودت الجرعه يزود السكر، لو انا خفضتها يزود السكر برضه. فاحنا هنجرب كده على 150 مايكرو ونحلل ان شاء الله بعد اسبوعين او ثلاثه. السكر 140 147 في الفاطر مش مقلق قوي، واخد بال حضرتك، لانه مطلوب لحد 140 130، فاحنا مش خايفين قوي، بس نقلل شويه التروكس ان شاء الله الدنيا حضرتك هتتظبط. شكرا شكرا استاذ محمد. ناخد مدام هيام. سلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اه اتفضلي الدكتور سامع. دكتور السلام عليكم، ازي حضرتك؟ صحة الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحت، انا ابني عنده 4 سنين، وكان من حوالي شهر واحد اللي فات كانت الغده الجردرقيه رفعت يا دكتور ل 327. رحت للدكتور غدد وصماء، عمل فيتامين د وكالسيوم، كان الكالسيوم ساعتها كان جاله تشنج، ورحت بيه ابو الريش اديله حقن على ما التشنج فك، وعمره تحاليل الكالسيوم كان ساعتها وصل 5، كان بيتهيألي 0 او 2 او 1. وحاليا انا عملت فيتامين د كان 9.5، عملته بعد شهرين تاني وهو بياخد هاي كال والفيتامين د والوان الفا، نزلت ل4.5 يا فندم. لا انا عايز بس استفسر حاجه، انت قلتي البي تي اتش اللي هو هرمون الغده الجردرقيه عالي صح؟ 327. والطبيعي 70 مثلا؟ الطبيعي كان 72. 72 يعني احنا حضرتك مضروب في 5. تمام. والكالسيوم واطي؟ اه كالسيوم. طيب يبقى فيتامين د اللي واقع. ماشي، فيتامين د اللي واقع، ده حاله ابنك مش وحشه. فيتامين د بس اسمعيني. تمام. الولد عنده 4 سنين، معناها ان الكلى ما بتنشطش فيتامين د او الكبد. تمام. اي نوع فيتامين د الدكاتره اداهولك؟ 1 الفا. 1 الفا كويس. تمام. بس حضرتك وما جابش نتيجه معاكي؟ لا. اسف، فيتامين د تاني طلع كام؟ 4.5، قسته من حوالي اسبوعين بعد ما كان 9.5، بعد الفيتامين خد طلع 4.5. طيب هو ابنك اسمه نقص فيتامين د، تشخيصه مش غده جردرقيه، مشكلته كلها فيتامين د. فيتامين د مش هو يعني مش المشكله ان انت ما بتديهولوش، المشكله ان الجسم ما بينشطوش. تمام. حتى ما تاخد 1 الفا واضح ان هو في حاجه. انا انصح حضرتك بس مهمه قوي، اخواته كويسين ما فيش حاجه. لا ليه اخت توأم في سنه ما فيش حاجه. طيب هنا ممكن يكون في انزيم ناقص او حاجه ناقصه بتاثر على فيتامين د لانه ما يشتغلش كويس. فانا اعتقد لو خدنا فيتامين د حقن ممكن يجيب نتيجه كويسه جدا، ربما يكون الامتصاص في الامعاء لفيتامين د مش جايب نتيجه. جربي معانا حضرتك في دواء اسمه فيتامين دي، اظن ديكال حاجه زي كده. تمام. لو كده اللي هو فيتامين د وكالسيوم حقن، وكان في ديكابي 12 زمان. المهم الصيدليه مش محتاجه تروح لحد. حقن فيتامين د ممكن ناخد حقنه يوم بعد يوم عضل، او كل 3 ايام او كل اسبوع، هتلاقي فيه تحسن ان شاء الله، وبعيد عن البق. التكه هنا في الحته دي. الف سلامه. تمام شكرا يا مدام هيام. ناخد ام علي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي يا ام علي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر من وانا عندي 22 سنه، وانا حاليا دلوقتي عندي 28 سنه. مشيت على الانسولين فتره حوالي 5 سنين ووقفته عشان جسمي زاد جدا. صح. ومشيت تاني على الدولسيلا 6 والوبانتينا، كان جايب برضه نتيجه كويسه معايا، بس معدتي تعبتني منه. دلوقتي حاليا انا ماشي على امريل 4 وفولدرومين 1500. طيب دلوقتي حضرتك السكر مظبوط؟ لا هو بيعلى طبعا. انا وزن، انا طولي 185 ووزني 95 كيلو وبس، السكر بيعلى. طيب اقول لك اطمنك، وضغطي على طول واطي. طيب كويس. كون انك انت وزنك فيه 10 كيلو زياده معناها ان انت مش من النوع الاول، انت من النوع الثاني، ودي كلمه انت بتاخديها كده والناس المشاهدين هيسمعوها يقول لك هو بيقول ايه يعني. دي تعني ان انت مش محتاجه انسولين خالص، يعني المفروض تعملي فرح يعني، واخده بالك؟ يبقى انا مشكلتي طبيه مع الدكاتره انهم مش عارفين يختاروا لي الدواء المناسب اللي ينزل لي السكر بتاعي. انا شايف ان انت لو عملت ريجيم ونزلت ال 10 كيلو دول، الدواء اللي انت بتاخديه هيبقى كويس جدا. موافقه؟ يعني هو العلاج اللي انا ماشي عليه ده كويس؟ انا مش هغير علاج مع حضرتك الا لما تنزلي لي 5 6 كيلو ب 7 كيلو من وزنك، عشان انا كل ما بغير العلاج حضرتك هضطر في يوم من الايام اديك ادويه غاليه اللي لسه ممكن توصل 1000 جنيه في الشهر. ده دواء واحد، واخد بال حضرتك؟ وفي 2000 جنيه، فاحنا ليه نخسر الادويه الرخيصه ما دام عندي فرصه ان انا حضرتك اتعامل مع الاكل كويس مع المجهود. انت حضرتك تمشي نص ساعه في اليوم او ساعه، تقللي الاكل بنسبه 30 40% مش عايز اعرفه هو ايه، تنزلي لي وزن حضرتك كل شهر كيلو كيلو ونص، اتفرجي بقى ما تبقى حضرتك تخسي 7 8 كيلو، هتلاقي الدواء الرخيص ده جاب نتيجه جدا مع حضرتك. تمام. الف سلامه. شكرا شكرا على الاتصال. ناخد الاستاذه زينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله. سلام ورحمه الله. انا ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، سامعك الدكتور. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. دلوقتي انا عندي سكر بقالي سنتين ماشي، وكنت ماشي على برشام، فالدكتور مشاني على انسولين عشان برد ده وكده. فانا بزود الجرعات مع نفسي، مش عارفه بقى اذا كان ده غلط ولا ايه. طيب انت حضرتك انت بقالك سنه بحس بانحلال في الاعصاب وكده. قبل ما تحملي او قبل ما ترضعي كنت السكر عندك قبل الحمل صح؟ ايوه ايوه. طيب حضرتك كنت بتاخدي حبوب مظبوط؟ ايوه مظبوط. وكان مظبطه لك السكر صح؟ ايوه ايوه. الدكتور قال لك بلاش حبوب على اساس هتنزل في اللبن، تنزل تخلي الطفل يعني ياخد سكر، مش قصدي ايوه ممكن ياثر على الرضاعه وكده. ايوه قال لي كده، فمشتني طيب على انسولين وكده. فاداكي انسولين، بتاخدي جرعه انسولين؟ طب استني، بتاخدي جرعه انسولين قد ايه؟ انا باخد 5 الصبح و3 بالليل. ولا لهم لازمه، ما نوقفهم احسن. وقفهم وخد الجلوكوفاز يا ست الكل، مفيش مشكله خالص. انت وزنك قد ايه الاول؟ انا 65. وطولك؟ 143. جميل جدا، وزنك غير زياده 5 كيلو كمان. فانت هتاخدي جلوكوفاز 500 مللي جرام، حبايه قبل قبل الغداء وحبايه قبل العشاء. وبامر الله مش هتحتاجي، حبه الانسولين بتاخدهم دول ملهمش لازمه اساسا. طبعا دي السكر يا بنتي. الف سلامه. تمام شكرا شكرا استاذ زين. ناخد الاستاذ اسامه. ان شاء الله بتاخد الدم كل الدم للناس في الشارع يعني، تقف انت كده تشكشكهم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. والله انا عندي 54 سنه ومريض سكر من 10 سنين. الف سلامه. باخد جلوكوفاج 1000 و1000 يعني مرتين في اليوم، وباخد للضغط تنرمين 50 وكوزار 50. ماشي. وبقد كوريدورا 4 جرام للبروستاتا. الف سلامه. هل الجرعه كده مناسبه بالنسبه للسكر؟ انا سكري اندر كنترول يعني. قلت لي السكر بتاعك جلوكوفاز صح؟ اه. السكر ده مظبوط، الجلوكوفاز ده بيساعدك بس ان السكر ما يعلاش. اعتقد ان ال 1000 وال 1000 دي كويس؟ يا فندم؟ مرتين 1000 و1000. وانا ممكن نديها لاي حد في الشارع ماشي، مش مفيش مشكله منه. يعني بنسبة 99% الجلوكوفاج ده دواء خطير ورخيص، وعشان كده ما بتعملوش دعاية عشان ما بيجيبش فلوس للشركات، لكن دواء ده اختراع القرن ال 19 او ال 20 بمعنى صح، لا مثيل له. طيب بالنسبة للكوزار ده هل فعلا بيمثل حماية للكلى؟
بص حضرتك، لو ان احنا عندنا بنديه بس للضغط، الكلام ده كان زمان بس احنا بنديه ادام الضغط عالي نديه، وهيدي استفاده للكلى ان شاء الله. عشان غالي يعني؟ عشان غالي؟ اه غالي. طب بالنسبه لحضرتك للحبايه ال 4 مللي جرام اللي هي بتاعت بتاعت الكردوره، هل دي بعد ياخدها على طول دوره معايش زي ما الدكتور قال؟ لا، انت لو لقيت اعراض البروستاتا بتتحسن معاك ماشي، وقف منه شويه ورجعه تاني. اصل هو حتى لو وقف مش هيضر قوي، لان بعد ما بترجعه الدنيا بتتظبط. هو بيشتغل حبايه بحبايه يعني. وبعدين ده حاجه اسمها الفا بلوكر، ممكن يجيب لك همدان شويه وعدم، يعني في ناس بتتاثر منه قوي كمجهود. يعني تلاقي عضلاتك مش شايلك وانت طالع سلم قوي يعني وكده احيانا. بتختلف من شخص لشخص. هو بس لكن يعني حضرتك بتنصح ان بالتوقف فتره مؤقته؟ ممكن ممكن اصلا تخلص منه. وبالنسبه للكوزار والحاجات الغاليه دي، انت ممكن كفاك التينورمين ان شاء الله 100 مللي يظبط لك الضغط. ولو ظبط الضغط، انا انا كنت في الخليج والدكتور قال لي لازم تواظب على الكوزار لانها بتوفر مثابه حمايه للكلى. هل الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده موجود وعليه كلام. في ناس يعني في مش مدارس هم نفسهم يعني انا شخصيا ممكن يبقى ليا رايين. طب ايه اللي هيحددها؟ اسمعني اسمعني، هيحددها حاجه مهمه قوي. انت بتعالج نفسك على حسابك، ده هيبقى مبلغ بالنسبه لك يعني يعني يقتات من اولادك او يقذل؟ لا، انا اقول لك وقفه. لا، شايف انه حاجه عاديه خده. فهمتني سيادتك؟ لا، هل الموضوع الحمايه هل هو فعلا حقيقه حمايه للكلى؟ حمايه اي حاجه بنديها مش هتزيد عن 10%، مش بالصوره اللي حضرتك متخيلها قوي. الف سلامه. تمام استاذ اسامه، شكرا على الاتصال. ناخد الاستاذ يوسف. السلام عليكم. شكرا. فصل. دكتور محمد، انا يعني في لفته حلوه كده شايفها، انك انت بتراعي المريض حتى في الاسعار. لما بيجي ياخد الدواء بيبقى دواء صائب وبنفس الوقت بيبقى السعر حنين. لا، وهو حتى ما بنيجي نعالجه احنا عندنا ليست من التحاليل تصل ل 10,000 جنيه و15,000 جنيه. تمام. بنكلم العيان. صح. لو معاك هنعمل. انا ياخد. لا، احنا نقدر نشتغل على اي حاجه طبعا. افرض واحد انت زي عربيتك انت بالظبط كده. تمام. استاذ عبد الله، السلام عليكم. مع حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ممكن نكلم الدكتور؟ الدكتور معاك، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. انا مريض سكر من 95 حوالي 25 سنه. الف سلامه. وعندي القلب مركب دعامات وعندي شرايين مسدوده. الف سلامه. وباخد علاج للبروستاتا. الف سلامه. وبتبول كتير. ايوه حبيبي. وبعدين كل ما اعمل فحوصات حولوني الانسولين من 5 سنين. سن سيادتك قد ايه يا فندم؟ انا عندي 68 سنه. حاضر. حولوا سيادتك انسولين من 5 سنين لان السكر ما نزلش على الحبوب، صح؟ بالظبط كده. وزن سيادتك يوم ما حولوك على الانسولين كان كام؟ كان حوالي 80. وطول سيادتك قد ايه؟ 168. طب ما انت كنت مليان وكويس اهو. اصل احنا ما بنحبش حضرتك يا استاذ عبد الله ندي انسولين للناس اللي وزنهم طبيعي او اعلى من الطبيعي، ده أيوه. بيبقى استعجال من الدكاتره. مش عاوز يبذل مجهود معاك شويه. ايوه. لان الانسولين تك اول مره بالذات اول 6 شهور يبقى تاثير خرافي يعني. اتفضل. أيوه. يا فندم. ماشي. وبعدين دلوقتي هو طبعا كان قايل لي 20 الصبح و10 بالليل. ايوه. فروحت للدكتور من اسبوع عمل لي جدول قال لي تقيسه كل 4 ساعات وتكتب. وجاب لي قال لي تاخد انسولين مائي دلوقتي مؤقت. ليه هو السكر كان كام لما رحت للطبيب الاخراني حضرتك؟ كان 220. الصايم؟ ايوه. بعد فاطر بعد الاكل بساعتين. يعني مش خطير قوي ولا حاجه يعني. فهو الناس ماشيه في الشارع على 500، خلي بالك. هو حكايه البول، انا عندي تبول كتير وعندي تضخم في البروستاتا. لا، ما هو مش تبول كتير بقى سيادتك، ان حضرتك عندك يعني تخش الحمام كتير لكن كميه البول صغيره. صح؟ يعني على فترات بس ما اخدش كتير في الحمام. لا، يعني كميه البول كل مره بتخش كميه كبيره ولا كميه صغيره؟ لا، كبيره. يبقى كميه يعني. طيب الدكتور اداك الانسولين وبعدين قال ايه؟ بعد كده لما رحت للدكتور التاني قال لي تزود خد 30 الصبح ووقف الانسولين المائي اللي هو عمل لي بيه اختبار لمده 24 ساعه. ايوه. قال لي اذا كان عندك 150 ما تاخدش. بعد 4 ساعات تقيسه تاني، اذا وصل من 150 ل 200 تاخد 5 وحدة اللي هو انسولين مائي. شغالك كما لو كنت في مستشفى. ماشي. اوكي. بالظبط. الموضوع تاني يوم
ترجع تاخد 30 الصبح في الانسولين المعكر و20 بالليل. طيب السكر ظبط الحمد لله؟ يعني انا قست امبارح من يومين كان 100 كان 166 امبارح قسته كده لقيته 236. طيب بص يا استاذ عبد الله. ايوه عبنا ان حتى في ان الجماعه دول لما زملاتي الاساتذه يعني بقعد معاهم في مؤتمرات انا ما بتفقش معاهم ان احنا نبقى متسربعين على ضبط معدلات السكر في الدم للمرضى لسببين. واحد وجهه نظري انا شخصيه ان اي دواء بندخله جوه الجسم بيعاكس من داخل الجسم. الجسم بيعتبر ان ده حاجه عدو مش متعود عليه فينفعل عليه ويتعامل معاه بصوره عكسيه. فلو السكر مثلا 180 واديت انسولين ربما في بعض الناس يرتفع يبقى زي ما حصل مع ساتا. فاحنا بنستنى اما يحصل مرحله التوائم والتناسق والتناغم ما بين الدواء اللي داخل جسم سيادتك وما بين تفاعل الجسم معاك. دي بتاخد لها عده اسابيع. الدكاتره يقوموا متسربعين، طب انا ما بحبش اتسربع ليه برضو؟ انا عارف ان احنا خلصنا. يا ما انا طبيعي دقيقه واحده. عايز بس اتحايل على الكنترول في الدقيقه الاخيره. طب دقيقه بس. اوكي. فهو ماشي. حضرتك احنا النقطه الثاني ان انت كل ما تشك نفسك وتستنى كل اربع ساعات ولا ست ساعات بتجيلك ناحيه من شد الاعصاب. وشد الاعصاب بيطلع هرمونات معاكسه للانسولين ترفع السكر اكتر. داخل امتحان. طب ليه الوجع الدماغ ده؟ امشي على الجرعه اللي الدكتور اديها لك وما تحللش خالص لمده 3 اسابيع. نخاف بس من انخفاض السكر. ارتفاع السكر الناس ماشيه في الشارع ب 700 عشان تبقى فاهم. ايه 220 ده؟ جلوكوفاج اس ار موافق. قلت بس بيهبطني بقى على فترات اخد نص قرص. انا بص حضرتك موافق على العلاج بتاعك بس ما تحللش كتير وتهدى كده هتبص تلاقي الدواء ظبطك لوحده. وما انا عاده بقول لمرضاي ما بيقور ما بيتصلوش بيا لان ما بديش حد تليفوناتي ولكن حتى لو كان في فرصه يكلمني انا بقول له مش همد ايدي عليك قبل 3 اسابيع من اي جرعه انا اديتها لك. تمام. الف سلامه عليك يا استاذ عبد الله. كلمنا الاسبوع الجاي لو عايز اي حاجه. بكده احنا وصلنا لنهايه الحلقه. يعني هنقفل من غير ما نتكلم؟ طيب اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت وتيلي ميديسن. نشكركم لحسن المتابعة والمشاهدة ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد دكتور السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.